غيقدموا لك واحد الهدية في ملي غيكملوا الأغنية، غادي يجي الرئيس ديال الفرقة ويقدم واحد الهدية من المنطقة ديالهم إلى صديقهم والأستاذ ديالهم الأستاذ مستوي. مجموعة إمغران معنا في مسار محمد مستوي، تفضلوا. وخيبكم وغرسات ورايس ماني 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 وماني ماني وين وين
رايت برحتو رزازة طريقة صوت رايت برحتو لحبة بينو تيقنينو رايت برحتو لحبة بينو تيقنينو رايت برحتو أولي نوت الهوانو رايت برحتو أولي نوت الهوانو رايت برحتو يغو غيرو دوضرينو رواح تدو شكرا لمغران اللي قدموا لكم واحد هديه امازيغيه من التراث الامازيغي وغيقدموا لكم واحد هديه عباره على بعض المقتنيات اللي من معدن الفضه هاك دخلت ذكرى وغادي نعطي السؤال الاستاذ حسن اذ بالقاس في نفس الوقت غنتكلموا على البعد النشاط الاجتماعي في المنطقه ديالو في الحي ديالو حيت دابا سي مستوي ماشي فقط ولد تارودانت والنواحي بل هو ايضا ولد البرنوسي ولد الحي المحمدي ولد بيضاوي كيفاش جمع ما بين هذه جوج جمعيات هو اولا يجب ان نعرف ان الدار البيضاء هي مدينه تجتمع فيها المدينه والقريه في نفس الوقت نعم. لان في الدار البيضاء سي محمد المستوي ما كيلقى